سنين طويلة وأنا كان مارس هاد الهواية هذه. غير أنا في البدايات كنت كأي هاوي، يعني كان نرسم بالقلم بالألوان بلي بانسو، الرسم العادي. مي من بعد حاولت أنني ندير شي حاجة اللي مختلفة، اللي ما يقدرش أي واحد يدير، يعني مش أي واحد يقدر يدير هاد الفن ديال الخيط والمسمار. صراحة الاختيار ديالي لهاد الفن هذا هو اختيار كما كنقول صائب بزاف، لأن هاد الفن هذا علمني بزاف الحوايج اللي هي ثمينة. علمني الصبر، علمني التركيز، ولا عندي الخاطر بزاف. يعني ماشي شي حاجه اللي سهله باش انك غادي في الطابلو الواحد تقدر تدق مثلا 1000 مسمار، 600 مسمار، 700 مسمار، ماشي سهله. وكيخليك كما كنقولوا كتشتغل بدنيا، جسمانيا، عقلانيا، يعني الحواس ديالك كاملين كيخدموا في داك الفن، فهمتيني؟ كتخرج كل ما هي طاقه فيك. هذا هو السبب اللي خلاني نختار هاد الفن هذا، والحمد لله بدأت فيه. وحتى شي حاجه ما تجي من السهل، يعني راه مادام كنقول لك سنين طويله، الا وان كل عام تنلمس في هاد الفن هذا، تلمس فيه حاجه، كل مره كنكتشف فيه حاجه، كل مره كندخل معاه مواد اخرى يعني من غير المسمار والخيط. وهذه هي الحوايج اللي خلاتني نحب هذا الفن هذا ونبدع فيه ونوصل فيه بعيد في المسار ديالي الفني. كنت كندير التأطير بالنسبة للشباب، وكندير حتى التأطير في المؤسسات التعليمية خصوصي. وهذا الشيء هذا اللي تاح لي فرصة باش انني نولي نفكر ندير معارض، لا في كما كنقولوا لحنا في المحلي ولا في الجهوي، لا في مدينة العيون ولا خارج مدينة العيون. والحمد لله درت معارض كبار وكان عليهم إقبال. كما كنعرفوا حنا عندنا أعياد وطنية بحال المسيرة الخضراء، بحال عيد المرأة، بحال عيد الشغل، يعني بحال هاد المناسبات هادو. كنكون قبل استعديت ليهم، يعني وجدت ليهم دي طابلو اللي تيعالجوا هاد المواضيع هادي، وتنعرضها في دار الشباب، تنعرضها في مركبات، والحمد لله يعني كان عليهم واحد الإقبال كتير. هاد الطابلو هادا كنت صيبته بالمناسبة ديال المسيرة الخضراء. كما كنعرفوا هذا موضوع وطني، فيه تصويره ديال الملك مخدومه بالمسمار والخيط. كيف ما قلت لكم قبل، الطريقه ديال البورتري فيها 250 مسمار وفيها 3717 دوره ديال الخيط بدون سابق، يعني شي رسمه لتحت ولا شي تصويره يعني قبل. فيه الخريطه ديال المغرب حتى هي بالمسمار والخيط، وفيه واحد الصوره نبضه على جدودنا اللي كانوا في المسيرة الخضراء. كما كتشوفوا معايا هذيك التصويره، ما حاولش انني نبرز فيها الملامح والوجوه ديال الاشخاص، لانه في المسيرة الخضراء الاغلبيه الناس كان كل شيء ملتم، وهذا على حسب المسيرة الخضراء وكذا. حاولت نبرزهم معايا حتى هما في الطابلو، وحاولت نشمل الوطني ديال المغرب في طابلو واحد. الرساله ديالي اللي نبغي نوجهها للشباب هو انهم كل واحد فيهم يقلب على ديك الهوايه اللي فيه من الداخل، ديك الطاقه اللي عنده الداخل، يحاول انه يبرزها ويخرجها، وكما كنقولوا يعطي بكل مجهده في هذيك الهوايه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.